طبعا شعر تعبان ومتقصف ومحترق من الأصباغ والقصر. هذا عندنا نانو بروتين سبراي، هذا بايوتين معالج للشعر، طبعا يسرح تسريح فوري وخصوصا مع الشسوار والكاوية، ما يتعب الشعر ونتائجه جدا مضمونة وآمن على الشعر، وحتى يطول الشعر وينطي نعومة وينطي نمو للشعر. مجرد أن نرش على الشعر نخلص الشعر ونشوفكم النتيجة. شفتوا طبعا بالبداية شلون كان الشعر، طبعا لطول الفيديو يعني ما طلعت من البداية، بس شوف الشعر شلون صار، شوف الجمال مال الشعر. بسرعة الشعر ينعم وينزل حتى لو مطاط لو كل شيء، بالاستمرارية